هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للمنشاويين وش ولا نفس. السلام عليكم خواتي المباركة، وتقبل الله من الجميع أعمالهم. بصراحة مش من الجميع، لأنه في أعمال سود للبعض. قرحوا لنا رمضان جو بالخلاف الخليجي كذا، اخترعوه بعض الناس من العدم. هذا نحن لا قلنا إيفانكا جات رفعت بعض المعنويات ولطفت الأجواء، بثت الحماس. لا 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 حد يقول حماس، بس نقول إرهاب. مش حماس مش حماس. وكمان أنا عايش بتركيا واشرب من لبنها، يعني رحت فيها. انسوا الموضوع يا شباب، ولا لي دخل. تهم وتحليلات الصحافة الخليجية هي اللي لي دخل، لا خلت ولا بقت. سلام الله على عكاشة، طلع أعقل منهم. الطائرات المحملة بالأغذية من تركيا، ليس من الطبيعي أن تعتاد المائدة القطرية بتلك السرعة على تلك المنتجات الإيرانية والتركية. الناس وين والأزمة وين وهذا وين؟ قلت لي المعدة القطرية خايف من تغيير الطعم. أطمنك يا رجال أطمنك، لنا 60 نهفوق أكل تركي والأمور تمام التمام. ركز بس على الأمور المهمة وحلل الراتب، مش تحلل ايش يدخل وايش يخرج من بطون الناس. طبعا هذا رئيس تحرير صحيفة كبيرة اسمها عكاظ، حاجة كده زي المستقلة حق احمد سيف سلاسل. عكظوا الوضع كير. المهم في هذه الازمة ما حد انتفش يمنيا زي ابو عفشفش، وقال اصحابه خلاص حانت الفرصة، التحالف تفكك وقطر الأشد عداوة صارت بعيد. يلا ابدأوا شغلوا المؤتمر داخل وخارج وسوقوه إنه البديل والحل. وفي ناس وايد راح يدعمونا من داخل ما بقى من التحالف. قرعة سيف يا ولد، كحرك إصبع البطارية قليل. يا مسهل، معلش يا جماعة، ممكن دهفل المؤتمر، ساعدونا نجيب غلاب قليل عشان يمتص أكثر. يمتص المؤتمر الهجمات التي تستهدفه من كافة ناشطي الأحزاب ومن المستقلين، ويقاوم بالحد الأدنى مع الالتزام بالقيم الجامعة، ويدير معركة الخلاص من عمليات الهدم الممنهجة للدولة بطاقاته الأكثر نكاء وإخلاصا للوطن. كافي يا عم نجيب امتصاص 38 سنة والمؤتمر يمتص، ما ندلع على حلقه قالوا مستن بتقراح. خلونا نشوف ايش قالوا طيلة الأسبوع. في تعز قالوا وفعلوا وحرروا قصر الشعب القصر الجمهوري، وانتزعوه من مغالب المخلوع ومن وسط عينه. وقال كثير من قادة الجيش في تعز أن كل القيادات الميدانية للإنقلابيين هم ضباط حرس جمهوري، يعني تبع هذا وأبوه مباشرة. يعني يا أبطال تعز ضربتكم بين العيون، خاص نص للمخلوعين الأب والابن. قالوا كمان بعض المؤتمرين صدقوا هدرة المخلوع الخايب وعملوا أنفسهم عبد حيره، زي شيخ في سنحان بلاد الروس رفع رأسه أمام الحوثة قصده وراه زعيم. قرحت الملاطيم الحوثية وأهانوه وحبسوه. قالوا بمبريكات فرملوا على بعض لما سمعوا تفحيطاتهم من الرياض إلى أبوظبي،
حيث أعلن بن بوريك محافظ حضرموت انسحابه من مجلس بن بوريك الثاني، وأنه يعتذر للشرعية عن هذا الخلل الفني. فقام بن بوريك صاحب المجلس فتح باب المجلس وصاح لما صاحوا صاحب تويتر كلهم هذا، ولم يعرف بعد مين اللي طفى على الليت حق المجلس، ولا يزال الباب مفتوح لل قالوا في ليبيا. ومن باب الصدفة البحتة تماما مع حصار قطر وخروج بشار الأسد يتمشى بالجينز وحاجات زي كذا، في ليبيا أفرقوا عن سيف الإسلام القذافي. شكرا استعادة ضبط المصنع للمنطقة ولا إيش؟ باقي المخلوع ابن المخلوع تقلبه أبو ظبي قاب، وأبو جالس يمهد له وأمهله انتعشت، أمهله انتعشت هو نجيب غلاب وسام أبو ظبي. الصدق الصدق الله يقول الحق، لا تقولوش إنها فضالة مني اليوم، لا 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 لا، واضح إنها غرفة عمليات واحدة واحدة من ليبيا إلى المعدة القطرية. المخلوع أبو عفشفش مثل الفال يبحث عن مخرج ويلف ويدور ويتقنبع ويتخبط. شاف الحوثيين بيسدهم والخليج بظهران القلوب رصاص صواريخ لدعم الحوار. أتفركش، شاف الحوثيين ما سدوش مع التحالف في ظهران القلوب، قال أنا البديل، وستة أشهر هو يسوق نفسه، نمد أيدينا نمد أرجلنا نمد أي حاجة، ما فيش فايدة ما فيش فايدة إلا تمدوا صوابركم للحوثي. شوف شغله، قر وحده واسمع هذه يا باقي المخالي. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. شوف اللي يخسر بيت الله بصواريخ ويتنكل لي تاريخ من الدعم والتعاون مع قار كبير، ما عادلوش أمان، ما عادلوش أمان لو معه 1000 شركة بدبي و1000 مندس في الشرعية و20 مؤتمر شعبي عام. قد جمعت كل ملاقيفك الإعلاميين زي ما جمع فرعون السحرة حقه، وبرضه ما فيش فايدة، لم تزبط معك، مش مقنع لا وانت تتريحم ولا انت متهدد، متخبط انت وسحر الشاطر والصوفي والحبيشي، طلع بخور بايس، بخور حلتيش. شوف العدوان احنا نطالب بإيقافه ونتمنى، لكن كل واحد يشتي يلوي ذراع الآخر، احنا والله ما بأيدينا إمكانيات نلوي ذراع أحد. أصب يا عم بدنا يا دغري انت، هو ما عادكش قادر حتى تفارع على أصحابك من الحوثي كذا عميات صواف يا مخلوع، تناقض عجيب، مش قادر ترد أو تمنع كف واحد ملطم على أصحابك رغم انه معك صواريخ. نعم صواريخ بس للباطل للمنكرات، تضرب على مكة على نجران على مأرب على الحدود، اما تفرع على نفسك من الملاطيم استحالة، حتى وقد وصلوا لمشايخ صنحان من اصحابك لمع صواريخك بس. هذا من صواريخ صالح الشهيد الحي، هذا مخزونات صالح، هذه قالوا 60 مليار شلها، هذا 60 المليار. يا عم الشهيد الحي الشهيد الحي الحي، يذكر 60 مليار ويتفرشش يحلق يهيم تحويشة العمر يا ناس، يشتي يخفيها بأي شيء. شوف يا نصاب، معك شوية صواريخ مدحلات من أيام الحرب العالمية الثانية، صحيح مدحلات ونصهم يتناكعين فوق حارات صنعاء، بس برضو اسمهم صواريخ، يعني لو نجي نحسبهم بالحسابة قيمتهم ما يوصلش 2 مليار دولار، فين الباقي؟ دي 60 مليار تقول لي ما تريش ايش كان، بطل الناس ما خليت لك صاحب. الآن ولا زال المخزون يعجبك يعجبك وسيستمر هذا المخزون، ولن تطال الصواريخهم. مخزون مخزون استراتيجي صالح، وعارف ما كان يشتي، يشتي زلط، يشتي فلوس، ايش بتسوي لي فيها منت قمري؟ جالس تبيع وتشتري سلاح وتشجع صراعات القبائل داخل
وبالخارج الصوماليين بالقرن الافريقي 20 سنه تتقرص من دماهم. اقول لكم مهرب وتاجر بلاوي من يوم يومه يا عم ابو استراتيجي. فاصل ونرجع نشوف هذا المهلوس. هيا بكم ومرحب، ولازلنا مع علي زقرع الشهير بالمخلوع، يتقفز من صالة أعراس للثانية لما كملهم، والآن دخل على الخيم. إذا شاف خيمة عرس كذا بشارع قفز للوسط. هو الكاميرا ورصد لقاء تنظيمي، وأهنئكم. أهنئكم بالخواتم، ومنصطف أني أجي إلى مقر اللجنة الدائمة، وأنتم مجتمعين القيادات المؤتمرية في جامعة صنعاء، اجتماع تنظيمي، فهذه مناسبة جيدة. مناسبة جيدة ونص، أي حوشة كذا مناسبة تنفع للنشرة والفشرة. وعد لو يقع له يدخل له بيت ولاد، ولا يدخل له بيت عروس، ولا بيت غسل، أي حاجة أهم شيء يدخل بزغروطة تنظيمية. مروحي كذا يتخاوص أي تجمع ونباع من البدروم للوسط. وقال إيش من الصدف إني لقيتكم. أوه كنت ماشي قريب أشتري طماطيس حتى ما لبست شكوت. شوفوا كيف حالته صعبة جدا. عيب عليكم، استحوا وروحوا وأكلوا مثل ما بنأكل، وعانوا مثل ما نعاني. إيش فيبو شكله دخل عليهم وهم فاطرين وشمتونا. صوم يا قلني صوم وخلي خلق الله على الله. أنتوا عبارة عن متسولين، يا عيبة، استحوا روحوا بيوتكم، تعالوا معانا وعانوا مثل ما نعاني. أستعنت ما فيش رواتب هذا الشهر العاشر، قاو نخلي لهم حالهم. طيب أصرف لهم رواتب يا قليل الذمة. صالح شعبان وزير مالية الإنقلاب من جماعتك، قل رمضان أقاو وخلص والناس بلا رواتب. صرف كذا حتى نص راتب قليل حياة، كوشت على كل شيء. ود الحين تمكنهم ما تهزئ. روحوا بيوتكم، ما يروحوا يعملوا، البيوت عطل. تعالوا وعانوا مثل ما نعاني. يا ليت همم معاناتك لوحده، موزع العيال بقصور ابو ظبي وفيلا بيروت، معاناه صراحه. خرج شويه من اللي لطشتها وبعدين هنقم، البيوت عطل، الهنقه ما تشتي دمار. اتحوا تعالوا معانا، اكلوا معانا. أنا معي 60 مليار أصرف عليك. ها كذا جينا للمفيد. أيوة كذا رمضان كخرج الزكاة، مش تهنجم يا بس. يخرب بيوتكم يخرب بيوتكم ويخرب بيت الذي قال معي 60 مليار. أنا لو معي 60 مليار لقلبت المنطقة رأسا على عقب. قلب يا الله على نصاب. كذا هو يتقلب في الثانية الواحدة 40 وجه. معي ما معيش، تعالوا لا روحوا البيوت. استحوا روحوا واكلوا مثل ما بناكل، تعالوا نتصالح معاكم، تعالوا هنا اجلسوا معنا. ولا تستحوا، تعالوا استحوا روحوا بيوتكم، تعالوا معنا وعانوا مثل ما نعاني. فلان ضدكم، فلان مش ضدكم، تعالوا استحوا روحوا. سلواني لعتبيدك روح تعال. المهم مع المخلوع ذا طلع لك نزل لك ما بقى لك شيء، فهلوه. بس ما عاد تنطليش إلا على الخدعان، عادوا قلبه يقلب المنطقة. لا عاد تقلبش المنطقة، قلب بس على أقرب مشرف حوثي من مخبأك. كحر زلقوا أصحابه كلهم لاطم، ويوم ما اتفاصحت قام يلمح للحوثيين تلميح، بس تلميحة، ويدعي الشرف. وأقول الذي بيخربوا في الداخل احترموا أنفسكم، البلد بحاجة إلى توحيد الصف ومواجهة العدوان والكف عن النهب والسرق والسل. طيب وذول المخربين، ذول الفاسدين، ذول السرق اللي ما تقزمش تسميهم، ذول المجهولين من فين جو؟ من كوكب زحل ولا كيف؟ حدث فراغ سياسي وإداري وثقافي واجتماعي في البلد، فجو أنصار الله ومن ساندهم، ونحن من المساندين لهم. والمقاعين يصفقوا مرتاحين، هم الفاسدين. أيوة يا قوية اللي ما تخافش،
هو احنا اللي قبناهم. ايوه احنا يا داهية. عاد شي قليل عقول معكم، بعده يمين شمال. طيب مش من بعد هذه الجريمة اللي عملتوها مش المفروض تستحوا وتخجلوا وتعترفوا بذنبكم وجريمتكم للشعب اليمني؟ لا، وعادوا بالروح بالدم. وزي ما قلت لكم في البداية، مش بس دول اللي في خيمة بشارع يفتوه، في ثانين لازالوا شابكين ويمتصوا لنفس الهدف. بس ما دام في الميدان رجال وأسود يحرروا اليمن شبر شبر، فلا خوف، وهم اللي بيقولوا لذول العبيد وش ولا نخ.